لكل الحشرات زراعه البطيخ. راح نروح للبيت نتغدى. اريد اقول لكم فد شيء، هذا اوردر جانا، يعني الموقع مال ايبي قويه، يعني على طول الحديقه جدا ممتازه، هاي راح تفيدني. بوب الباب شوف حلاوه وحروره بي. وتحياتي لكم، فيديو جديد، موضوع جديد، ويوم جديد، وخليكم ويانا ونسقوا. يعوف الاكل بس افتح الباب شوف منو. باكس شنو باكس؟ هذا اوردر جانا، هذا البوكس جايني من ايباي، فاذا يجيك اوردر من ايباي او يجي اوردر من امازون او اي موقع اخر للتسوق، لازم تتاكد انه انت اسمك علي وعنوانك علي، لانه احيانا الشخص اللي يوصل الاوردر يخطا بالعنوان، يعني هو مال جيرانك او مال غير مجمع، وصارت اني عده مرات انه اني اغراضي ما تجيني، لما اخاطب ايباي او امازون يقولوا لي لا وصلتك، العامل وصلها، السائق وصلها، الاوردر مالك وصل. واحيانا اخرى افتح الباب القى اوردر مال غير شخص جاي اني يمي من غير عنوان، اصلا الغراض مو اني موصل عليها، وهذا صار عندي اني عده مرات. خلي نفتح هذا الاوردر ونشوفه شنو، لانه اني هسه هذا الاوردر اسمي عليه، بس اني هسه ما متواعد ويا اي حاجه انه هسه تجيني. انا موصي على شبكه، فقط عندي شبكه انه اخليها فوق بالحديقه، اغلف بها الحديقه من السطح مالتها، السياج مالتها، وهذا يجيني يوم بعد بحوالي بعد 5-6 ايام يلا يجي. واذا هو هذا الشيء الي ايضا ايباي او امازون راح يرسلوا لي رساله على الايميل او على الموقع مالتهم، يقولوا لي وصلك اوردر، ويا حتى لو بات احيانا صوره ياخذونه، لكن هسه لا يقولوا لي وصلك اوردر ولا انا متوعد باوردر، فهذا شيء غريب عجيب. خل افتحه واشوف. بالفعل هاي مال الشبكه اللي راح نغلف بيها السقف، اللي هي 50 × 50، 50 عرض و50 طول، وهاي كلش كافية على الحديقة مالتي أو المزرعة مالتي، إنه راح أسقفها من فوق، لأنه اليوم رحت أنا الصبح وشفت إن عندي نباتات هواية متضررة، يعني خليكم ويانا. فإذا نلاحظ يعني الموقع مال إيباي إذا أفتحه شوف هذا يطلع عندي هذا الشبكة لحد الآن ما واصلتني، يعني باوع هنا التسوق أصلاً ما صاير، شلون إجتني ما أعرف. هي هاي الشبكة، هذا أول مرة تحدث عندي، ب 48 و 99 سنت، والقياس مالها 50 × 50. هاي الصور مالتها، وأني قرأت عنها هواية إنه يقول هي يعني ضد الأشعة الشم، ضد الأشعة البنفسجية، وما تتمزق بسرعة، وممكن أنت مرنة يعني تقدر تقصها بسهولة، ومرنة يعني تقدر تأخذها بالطول، تقدر تأخذها بالعرض. وخلي نشوف اليوم انا اروح اشدها بالحديقه. خلي افتحها اشوف هالشبكه، يعني هاي حقيقه مثل ما قال يعني البايع انه مواصفاتها، لو راح اتعب اني واشدها فوق، لان هي خرقه على مرقه يومين وتروح تخرب. والله قويه، تعال قرب، تعال تنام، جدا قوية، يعني هذا الخيط، إذا تذكر شلون خيط السبحة بعد أقوى همينة، قوي كلش قوي، وفتحاته صغار وأكثر من خيط يعني حاطينها بالمكان الواحد. والله هاي جدا ممتازة، هاي راح تفيدني أكيد، هاي راح تفيدني كلش قوية، ها ما تنقطع، مستحيل تنقطع باليد، واضح حميمي؟ هاي هالشكل.
فهذا تغلفت من فوق يعني هذا شيء تحفة. نبتدي، فهو أول عمل نقوم به لازم نصفي الأحبال هاي اللي بالسقف اللي شادها أنا هاي بالسقف هاي الأخضر، هذا كليته لازم نفتحه ونفتح هاي الأحبال هاي اللي هنا الأحبال كلها نفتحها حتى نقدر نغلفها وبعدين نرجعها، مو مشكلة هاي بسيطة. فخلينا نبدي، نبدي لازم نبدي من هنا من البداية أكيد. راح نبدي نشيل هذا مالي خلق أفتحه شوية شوية. نفتح هاي الحبالي منها هذا أول واحد انفتح، ولو وقع على البامية بس مو مشكلة عكوم هنا. هذا تقريبا انتهى. انا اشوف افضل شيء انه افتحها هنا على طول الحديقة ومن الاطراف اصعدها طرف طرف اشد، لان المشكلة مالتها هي كبيرة كلش. راح ألقى المقص المقص قصيت به هنا اشتغلت به. بهالشكل نفتحها هنا بالمنتصف ونبدي بيها من هناك. راح اجيب الدراج احطها هناك اول زاوية من هناك، اشد بالزاوية من هنا، من اشدها من هناك ذاك الجانب راح اسيطر عليها. وبعد العمل يعني من العصر حوالي ساعتين او ثلاث ساعات انا اشتغل شديت هالشبكة بهاي الطريقة، ما أدري إذا تبين واضحة، إذا ما تبين أطلع من برا بيها فتحة هنا أقدر أمد من عندها الكاميرا وين هالفتحة عشان فتحة. هاي فتحة، وهاي إذا مديتها هنا راح تبين عندكم أسرار. هاي الشبكة على قد الحديقة كلها، ما خليت بيها بس هاي الفتحة اللي هنا صارت، ما أعرف شلون صارت هاي فتحة هنا صار بيها شق، مو مشكلة هاي ممكن هي يعني واحد يسحبها منها يسحبها منها يمكن يخيطها، هي نفس الشبكة مال الصيد تقريبا، بس فشي تحفة يعني إذا تقاوم لها فد يعني فالسنة كل زين، يعني إذا سنت الأخيش وقت تتمزق ممتاز، ولو هم اللي باعوا ليها يقولون انه هي ضد يعني الشمس تتحمل الشمس تتحمل هواء. صحيح انا شفت خيوطها يعني اشتغلت بها هذا الشغل مو هين، هذا هنا لما انا كومتها هنا بالارض بالنص كومتها كليتها وتشلب هنا بالخشب تشلب بهاي واجرها وكذا، يعني ما تقطعت
المشكلة انه اني تعبت هواية تعبت، لانه حتى بقميصي بالازرار مال القميص هي ممكن تمسك بالازرار مال القميص وصعبة يعني افتحها، كل شوية لازم افتحها كل شوية لازم افتحها. على العموم بس حبيت اشارككم هاي المعلومة وتشوفون انه الشبكة اللي سويتها. من كل الاتجاهات بقى بيها زايد هنا بهذا المكان، وهذا الزايد هذا راح اقصه، قصه ممكن نستفاد من عنده بغير مكان. صارت الدنيا المغرب ماكو احد هنا بالمزرعة بس اني. بعد ما هيئنا المولدة طلعتها طبعا من المخزن، أنا صار فترة طويلة ما مشغلها، نشوف راح نقدر نشغلها. لا نفتح شوك الخنق واشتغلت. ونقربها إذا كانت الأرض رطبة تكون أفضل. ليش أفضل؟ لأنه ما يصير عجاج وما يصير غبار. والأرض لازم تكون نظيفة ما بيها حصو، يعني إذا حصوة أو حجارة ممكن تمسك بالمروحة مالتها هاي اللي تفتر السكينة مالتها وتوقفها. Thank you.
انتهينا. احد اصدقاء الصفحه سالني يقول لي قاتل للنمل لانه عنده بالحديقه وعنده ببيتهم اكو نمل والنمل دا يضايقهم. وتعرفون النمل مزعج يعني حتى على الاكل، اذا عندك خازن انت اكل او فد شيء ممكن يلتم عليه. على كل حال اذا انت تعيش بامريكا فهذا متوفر بهوم ديبو، هذا فعال جدا عن الحشرات اللي تصير بالحديقة وتصير بالمنزلية. هذا جربته اني حتى رشيته هنا على يعني صار قريب على الزرع اللي دا ازرعه هنا، ومع هذا الزرع ما مات ولا اثر على الزرع، لكنه كمية النمل اللي كانت موجودة هنا عندي بالمزرعة فتشي فظيع. يعني بس اخلي ايدي انترس، انا جسمي انترس نمل، فاشتريت هذا سعره 7.5 من هوم ديبو. اذا تقدر تاخذ له صورة، هذا سعره 7.5 من هوم ديبو، ممكن تشتريه وترش به حول المنزل داخل المنزل اذا عندك حديقة. قطعيا يقطعها قطع لكل الحشرات. وتحياتي لكم. وبعد ما كملنا حراثة الارض لازم نعدلها، طبعا مخلي لها سماد، السماد اختلط ويا التراب. يعني صارت مي صارت مو تراب، ما عبالك تراب، بس اكو شم حجاره هنا أنا لازم نشيلهم. وبعد ما كملنا تنظيف هاي الأرض منا اللي جاي وحرثناها ونظفناها تمام، راح نجي نزرع بيها بطيخ. ولو البطيخ المفروض ينزرع بالقاع بالأرض، بس يلا مو مشكلة، أنا زرعه هنا أنا، راح نعطيه مغذيات هواية. ونبدأ بزراعة البطيخ. أنا تأخرت بزراعته، أنا حكمت المزرعة مالتي، حكمتها أنه بها من فوق، خليت هذا دا تشوفون الشبكة، ومن كل مكانات سديتها وتأكدت أنه والله يجوز يفوت، يعني تأكدت أنه الحيوانات مطب، لأن أكو أحد الحيوانات يجي يحفر الأرض ويدور على بالضبط حبوب عباد الشمس او هاي الحبوب مال البطيخ مال الخيار، يعني هاي يحب ياكلها، فهذا سبب لنا مشكله. يجي يحفر الارض ويدور، واذا يلقى بالارض يطلعه، اذا ما يلقى يعوفها، اذا غير حبوب ما ياكلها. هذا الشكل عادة أول البداية يعني من نزرعة لازم نرشها رشة خفيفة، مو نجي نفتح الصوندة مي قوي
والمي راح يجرف التربة ويجرف حتى الحبوب يوديهن يعني يروحن غير مكان، راح ينزلن ويا المكان الناصي يعني المكان الواطي الحبوب راح يرحن به. فرشة خفيفة إلى أن تثبت التربة، لأن التربة هسه ناعمة عندنا في النور مثل ما تشوفون. نسقيها ساقية خفيفة حتى تمسك الأرض، وبعدين هسه دنيا صبح راح أرجع أجي المغرب أسقيها أيضا أكثر بعد، وثاني يوم عادي نقدر نسقيها لأن يعني الأرض راح تكون ماسكة. هذا البطيخ كلش حلو، شفته حلو أنا يلا زرعته، تأكدت من عند البطيخ حلو لأنه اشترينا بطيخ وفتحناه بالبيت وكل يتطلع حلو، واني قصدت انه اخذ الحبوب مالته لان هاي الفصيلة تبين زينة. انتم دا تشوفون الفيديوهات عادة اللي دا اسويها هي متأخرة 8 ايام 7 ايام احيانا اسبوع احيانا 4 ايام يلا ينزل الفيديو، يعني الفيديو يومكم متأخر من 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 أكمله وأسويه، يعني يكون فرق هواي يجوز أسبوعين مثلا. يعني مثلا هسه هاي اللوبيا دا تشاهدونها أنتم هي بعدها ما صاعدة على السيم، يعني من راح تشوفون هذا الفيديو يجوز هي تكون صاعدة على هذا السيم متسلقة. نفس الشيء البانية حاليا أنا هسه ما حاوي من عندها، لكنه من تشاهدون الفيديو يجوز أني حاوي ومسجل فيديو أنه شلون أني حاوي من عندها ونطلع انتاج. بعد عندنا حاويتين ما مزروعة، عندنا هاي الحاوية ما مزروعة ولا مرتبة، وعندنا وين الحاوية اللخ ياهي هذيش اللي هناك نصها زرعتها بامية، كانت عندي كم حباية بامية نصها زرعتها بامية والنص الاخ بقى ذيك اللي بصفها اللي هناك بعدها. عندنا حاويتين نقدر نزرعهم.
اريد اقول لكم فد شيء ما اعرف شنو، صدقوني لو ما صدقوني، يعني فلفل اخضر اني زارع كبر واجا وحده شلعتها اخذتها بالبيت دا اتغدى انطونيها بالبيت فقتها طعمها غير شكل. اول مره اتذوق هيك فلفل، يعني هو الفلفل عاده وهذا فلفل حلو المفروض يكون فلفل حلو، هو لا هو حلو بحروره، حلو بحروره يعني حتى بالبيت قلت لمجعفر قلت لها هيك وهيك هذا الطعم غير شكل، قالت وينك هيك شيء، طبعا هي بس وحده انا كلتها. فثاني مره اخذت فلفل وياي قلت لها ذوقي بغير طعم لو لا، تعجبت قالت يعني انا اول مره اشوف هيك فلفل، الفلفل اللي نشتريه عاده هو حلو يعني كلش حلاه قويه به، لكن هذا به حلاه وبه حروره، شلون صار هيك ما اعرف، خل اشوفكم اياه هذا وينه، يعني هذا حلاه وحروره به. اليوم انا مشتهي خل اروح اكلهم لان الكبار هاي كبيره. هاي هني ثلاثة، هذا كبار، هذا فلفل حار، الفلفل الحار هاي لاحقة والله كبار، هي خطية واقعة بالقاع شلون صايرة، ليش قدوتها وشايلة هني اثنين كبار. هاي هم كبيرة، وهاي أيضا كبيرة، ما كنت متوقع إنه أنا راح أقطع فلفل ما جبت وياي علاقة، أخليهن هيجي بالخرج مال البايسكل، أهم زين البايسكل مالي بيخرج. راح نروح للبيت نتغدى ونذوقه واقول لكم على طعمه، هم نفس الشيء لو هذا يختلف ما اعرف يجوز هاي النبته عن هاي تختلف، خلينا نشوف. اليوم بالصدفه لقيت هذا الدولاب، دولاب حديد وهذا مغلف طبعا من فوق كليته مغلف، ولقيته حتى بسعر رخيص تشوفون 15 دولار، فهذا قلت يفيدني بالمزرعه اخذه اخلي بيه الاغراض. ونفتح الشكل هو بذني اثنين كبار احسن ما اغراضي مطشرات راح انزله، هذني الاغراض عندي هنا مطشرات، وهو هذا الدولاب راح يشيل لي كل الاغراض، وافضل مكان هو اخليه هنا مكان اقياس السماد، والم هاي الاغراض كليتها بداخله.